كم لا فامي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. والخوت كلشي 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 بغانا نصالحو انا واشرف الخوت. وقع سوء تفاهم، دخل الشيطان بعدياتنا كما كنتوما عارفين الخوت وكيدعسوا. المهم عقب دخل خو الكبير اللي تحياتي لك خويا كمال والواليد دخلوا ودواو، وان شاء الله اليوم غادي نصالحو الخوت. المهم حنا كنتسناو فيهم غادي يجيو دابا باش نصالحو. المهم الخوت نصالحو، راه كلشي كيدوز والشيطان كيحضر. بلا ما نقول لكم الخوت غادي نصالحو ان شاء الله وكلشي ديال الله. اشرف غيبقى خويا وديما خويا. واش نقول لكم، ها الوالده هو هنايا. السلام عليكم الخوت. بغيت نقول لكم بان الدراري راه عندي كي اشرف كي عصام، كاع ولادي بجوج كانوا بجوج في الدار كانوا مديرين. المهم انا اتفقت انا مع خو الكبير كمال، تحيه لكمال وكمال، اتفقنا باش هاد الدراري غادي نعاقبو نصالحوهم وغادي يستمروا كما العاده، غادي يكونوا بقاو كي الخوت. عندي انا كي اشرف كي عصام راه بحال. المهم رانا عيطت الاخ ديالو جا غادي نهضروا، غادي نعطيه شي حاجه داكشي اللي خاص اشرف باش اشرف يبقى جونتي. ونتمناو لاشرف ان شاء الله السعاده والنجاح، والعصام كذلك المثال. وانتم خصكم ديروا كي عصام كي اشرف، راهم بحال راه انتم عندكم الاولاد. وهادشي راه كيوقع سوء تفاهم ما بين الخوت وعساك صحاب، وانا كنقول لهم بقاو ديما صحاب وراه الشيطان حضر بيناتهم. عصام فهمها بشكل واشرف فهمها بشكل، وانتم حكمتوا والله يعمد مسامح كريم. وراه الدراري غادي يتصالحوا ان شاء الله، وراه اشرف غادي ياخذ الحق ديالو وغادي يتسامحوا. والله يسهل عليك ودعموا اشرف ودعموا عصام والى الامام وشكرا. وراه ترجع الشكر كل جميع المشاهدين المغاربه الجزائريين تونس جميع العرب المسلمين خارج الوطن وداخل الوطن، اللي كنتمنى منكم هم تهلاو في هاد الدراري هذه ودعموهم وحيدوا ديك الصفحه القديمه وعطيهم صفحه جديده ان شاء الله. والله يسهل عليهم، وقول لي كنطلب منهم انا يديروا شي حاجه اللي تفيد الجميع وتكون فيها فائده للمجتمع، الحياه الاجتماعيه وكل شيء. والله يكمل عليهم، هذا ما نقول لكم، انتم راه عندكم الاولاد دعموا هاد الدراري ومسامح كريم. السلام عليكم. المهم الخوت الوالد راه يوتيوبر احسن مني انا. المهم الخوت غادي نتسناو اشرف يجي ونديروا المسامحه والمصالحه وداك الشيء كلشي غادي يدوز هو هذاك. سنة عوضة رحمة الله. كيدايرين الاخوان اللي يسعدكم بخير؟ احنا مع السي الحرشي، ها هو هو الحاج احمد، السي الحاج احمد والسي او اشرف. دابا راه جينا عندهم هنا القهوة، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصلحوهم وهما خوت. ونجازيكم بخير الناس كاع اللي كتهضروا شي حاجة، هما الدراري الشباب بيناتهم غادي يتفاهموا غادي يتصالحوا ان شاء الله قبلتكم. وهما مغاربة ولاد البلاد وخوت وديما قدام ان شاء الله. هو السي احمد اتصل بيا وجينا عند سيدي جلسنا في القهوة في الحومة ديالهم، وبغينا نديروا الصلح بيناتهم الدراري كاع والعائلة الأصدقاء كاع كيعيطوا كيهضروا في لي كومونتير كيقولوا علاش ما ترجعوش أشرف والحرشي ويتصالحوا هما ولاد البلاد. ودابا راه جينا عندهم باش نصلحوهم إن شاء الله. وشكرا والله يجازيكم بخير. تفضل هضر السي. المهم الخوش نقول لكم أنتم عارفين القصة كيفاش، كيف ضبطت فيهم بعض الشيطان خلف عليهم ما عارفين. هو كان كثير من التفكير ولكن المهم مساك كريم وجيما كان خويا اشرف عزيز. المهم كيما هو قال ضيعتو وحالا بديتو الفلوس حالا هو حس بشي حاجه خايبه، انا هذيك الدار بغيت نحيدو له والواد خصوصا غيعطي الفلوس. اخوت انا راه عندي كي عصام كي اشرف، راه كانوا عندي زوينين في الدار وانا اللي كنجيبهم ملي كيكونوا مسافرين، وكنقول لهم تهلاو في بعضياتكم. الحاجه اللي كنقول لكم باش تاخذوا هذا، انا كنقول لهم عودوا ديما ديروا شي حاجه ديال الحياه الاجتماعيه اللي يستافدوا منها، كي الصغير كي الكبير. هذاك الشيء ديال الشهره هذيك راه ما كنحملوهاش بالنسبه لي انا، ولكن هما هوايه ديالهم. راك عارف اي عندكم الاولاد هذيك الهوايه ديالهم ما خاصش تحيدها لهم، الله يهديهم يديروا شي حاجه اللي تفيد الجميع. ودعموا اشرف راه مسكين راه يستاهل، راه كوميدي. دعموا السي عصام دوره فنان وراهم غادي يسيروا في المصير ديالهم، ودعوا معاهم وتهلاو فيهم. ودعموا اشرف ودعموا عصام راهم بحال راه خوت المغاربه خوت ومسامح كريم، راه كيف الناظور كيف السطات كيف البروج كيف جميع المنطقه راه بحال. اللي كنطلب منكم هما ما تفرقوش بعدياتهم وتهلاو فيهم بالكومونيتار. احنا صاب ما زعما تنسابوا بجميع الناس اللي عايرونا وسبوا الوالدين سبونا حنايا والديهم، فاحنا صابرين ومسامح كريم. اللي نقول لكم هما تهلاو في هاد الدراري ودعمهم
كي راه كي اشرف كي عصام. والسلام عليكم. وانا غادي نعطي الفلوس الاخ ديالو 100 اورو مليون و20 مغربيه، ها هو غيحسبها هو الفلوس. وكي قلت لكم قبل الخوت يعني راه باين عصام وكالا فمي ديالو، انا قلت لكم قبل كلشي يعني عاشرتهم وعارف اش كنقول لكم. المهم بقاو على هذاك السوء ديال التفاهم اللي وقع، لكن الوالد ديالو هضر مع خويا والله ما كان غير الخير والمسامح كريم وتسامحوا، هو يسمح لي ولا غلط معاه ولا يسمح لي ولا غلط معايا، وما كان غير الخير بيناتنا وحنا مغاربه كاملين وحنا مسلمين كاملين. اليوم نهار كبير، المهم الناس داروا الواجب ديالهم، السيد هو جاب كملوا الهضره ديالهم ما خصوش، حتى حنا كنا كنسمحوا لهم بكل قلب، فهمتي؟ هذا واخا هذا خويا ولكن كنمشيو مع الحق، يعني الانسان هو غلط جاي ركريتا، حنا مغاربه خوت واش ديرو تيرا الهضره ديالو هو مكفوت، غادي ان شاء الله نمشيو نتصالحوا. واليوم نهار كبير على اليوتيوب وسط الدراري كاع اللي كيتفرجوا فيهم، وشكرا والله يجازيكم بخير. والسلام عليكم. وكنقول لكم اشرف راه ولدي وعصام راه ولدي، وانا كنعرف اشرف راه دري ظريف وبخير، وكذلك الولد ديالي راهم راه معاشوا هنايا وراكم عارفين السيستم ديالهم، تهلاو فيهم ودعمهم والله يجازيكم بخير وشكرا. ما كاين هذا الرعني وسنعودوا معاه. نوضوا ديروا شي درع درعهم ديالهم. وانا غادي ندرع الاخ ديالو الكبير. السلام عليكم. سنعود بعد قليل. سنعود بعد قليل. سنعود بعد قليل. المهم الخوش هذا راه خويا اسرا ودي ما غيبقى خويا، راه الشيطان دخل بدياتنا. تيز واخا ديت لي النويم واخا هدا غاديت لك والو، راني نقول راني كتسنى بيا صديقه ديالي. ايوا ما كاينش ايوا راه والله الا جوا عليك انا راه الخوت راه تقجيت من الشتو، قال لي صديقه ونويمي ولابسه واحد السروال. شتي ديك السروال اللي كنت عاد اللي كنت لابسه يا ربي المهم فين هي دابا فين هي؟ المهم الخوت نهضروا احنا دابا احنا خوت وغاد قديمه خوت وديما اللايف، راك الناس اللي كتابعني في فيسبوك راه ديما كنذكر اشرف عير بالخير، كنقول لكم ديما راه خويا وهادي من هنا، ديما كندير لايف فيسبوك ديما كيصوروا عليك، كنقول لهم اشرف راه خويا وديما غيبقى خويا. واش انا خوك ولا لا؟ ايوا انت خويا انت خويا. ها؟ خص الغلط بنادم، فهمتي؟ بجوج درنا الاغلاط، لكن خص بنادم ما يدير ما المهم راه خوتو كيداس تعلم كلش، خوتو كيداس هادشي عادي. المهم من الاخر باقي تقرب النويمين لا صافي ولي منك انا راه غنطرف عليها مازال ولي منك. المهم الخوت مازال نجي شي حوايج اباخت من تيتيز، المهم غادي نسافروا غادي نمشيو لشي دوال نوريو شي تقاليد جداد. المهم الخوت كنتوما عارفين ماشي ديما نفس الحاجه، ديما خصك تبدل، عندك يكون عندك جمهور ثاني اخر، توريهم ثاني تقاليد الماكله، تسافر توري شنو هو دبي. خليني هذيك الكاميرا باش نزعم عليها. المهم الخوت كاع الناس اللي دعموني وكاع الناس اللي مشاو معايا شكرا. وشنو واش غنقول لكم، راه عصام راجل دري زوين. المهم راكم عارفين كاع داك الشيء اللي وقع، دازت الوقت هو جرد لي رزقي، وانا هذاك الفيديو كاع هاد البلبله اللي وقعت على هذاك الشيء وكاع الناس اللي كانوا جايين معايا شكرا لكم. لكن دابا راه الدري ها هو جا حتى عيط حتى لعندي، وانا ما كنتش كاع كنهز عليه التليفون في هذوك الايامات، ومنين مشى السيف طبا عند خويا هضروا، وحنا دابا رجعنا كلشي ناشط كلشي مزيان. وراكم عارفين الخوت دعموا بحال ديما، وديما خصكم تكونوا معاه وتكونوا معايا، وان شاء الله يجيو بزاف الجديد وغنعيشوا لاوي. يما اسمحي لي مكتوب داني ماشي فلاني عيد ما نصبر خلاني لا غنديرو تاني ديسك يخرج لي سنجيبو الجديد الجديد. المهم عيد تسنى ورا جايين شلا حوايج الخوت والله. وكما كنقول لكم الخوت مصالح كريم هذا خويا وانا خوه وديما الامام، وميرسي على الدعم ديالكم. المهم تابعوا في انستغرام اشرف
وانا انستغرام ديالي الحرش بلوغ نخلي لكم تحت في الديسكريبسيون واش نقول لكم ناري غيطيح مسكين ضربتوني بالعيال الخوت. المهم الخوت ما عندي ما نقول لكم وراكم عزاز وتحيه للمغاربه الجزائريه والتوانسه الناس اللي كتعاملنا كنموت عليكم كاع 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 وخلها قد في زنقة زنقة بيت 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 انا بحبكم قوي قوي قوي. المهم الخوت سنعود بعد قليل يلا تمشوا كلشي لعينكم صالح اسمه اخويا اشرف المهم راه مازال جاي الجديد ومازال غنسافروا ان شاء الله ومازال جاي شي حوايج واعرين واعرين الخوت وبغيت نقول لكم هذا المنبر الخوت نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا الخوت ولتحت تابعوني في انستغرام غنبدا نديروا ثاني لي فاين تماك فيديوهات دار الضحك تصاور حمقين وديما وديما تحيه للناس الناظور فيفا طالجه اللي قويله ودات الجزائر المهم الدول العربيه كامله جميع المسلمين الخوت كنموت عليكم نتسناكم في انستغرام الانستغرام نخلي لكم هنا لتحت.